عارفين ايه أسوأ حاجة ممكن يعملها معاك شخص انت بتحبه او في علاقة معاه، ايا كان شكل العلاقة دي، سواء ارتباط او صداقة او حتى حد من اهلك؟ عين انا مؤخرا بقيت بشوف ان الاجابة عن السؤال ده في كلمتين بالظبط، وهما الصمت العقابي. الصمت العقابي في ابسط تعريف له هو قطع التواصل تماما مع شخص معين بسبب خلاف معاه. والتواصل هنا مش بس الكلام، لكن كمان التواصل العاطفي أو حتى المشاركة في نشاط أو أي حاجة ممكن تجمعك بالشخص التاني ده. ورغم أني فعلا بقيت بعتبره واحد من أسوأ أشكال العقاب أو التعامل بين طرفين، إلا أني لما حاولت يعني أعرف كده رأي الناس اللي حواليا في الموضوع ده، اكتشفت أنه في اختلاف كبير في وجهات النظر بخصوصه. يعني في جزء كبير جدا من الناس اللي أنا سألتهم شايفين فعلا أنه طريقة ابتزاز بيحاول بيها طرف أنه يجبر الطرف التاني على حاجة هو رفضها عن طريق الضغط عليه بفكرة رفض التواصل معه تماما. في ناس تانية بقى كانوا شايفين أنه بالعكس، في حالات الصمت العقابي بيكون فيها مفيد علشان نقدر نتعامل مع عواطفنا بهدوء من غير ما نعمل أي رد فعل متهور يخلي المشكلة تكبر أكتر. وأنا بشوف أنا فاهمة المعنى ده، خصوصا لو في خناقة أو في موقف فيه انفعال بين طرفين، فممكن حد يبقى ساكت علشان ما يكبرش الموضوع، مش ضروري أنه يكون في شر أو في نوايا فيها شر يعني. مهم يعني علشان نحسم الخلاف ده، عايز انكم تكتبوا في تعليقات رأيكم في النقطة دي، وهل فعلا بتعتبروا ان الصمت العقابي وقت الخلافات خطوة سلبية ولا حاجة كويسة؟ ويمكن خلينا بس الاول نفهم مع بعض ايه هي نتائج الصمت العقابي على الطرفين، سواء اللي بيختار الخطوة دي او اللي بيتعرض لها من حد تاني. اول حاجة بخصوص الشخص اللي بيتعرض للصمت العقابي، هنا هو بيتم تجاهله تماما ولا كأنه موجود، وده بيتسبب طبعا في حالة من عدم الفهم والحيرة، في استغراب بقى. يعني اصلا ممكن يبقى بيتمارس عليك الصمت العقابي وانت حتى مش فاهم غلطت في ايه، لانه الطرف التاني ما بيتكلمش، ساكت. ومع الوقت الاستغراب والحيرة دي للأسف بتتطور لضغط وقلق واسئلة كتيرة جدا ملهاش اجابة، بتوصل الشخص الضحية هنا، وأنا قصدي فعلا كلمة ضحية، لأني بشوف أنه الصمت العقابي بيكون فيه ظلم لطرف واحد على الأقل، ده لو ما كانش للطرفين، لأنه في معظم الأوقات بيبقى فيه ظلم للطرفين. المهم أنه الضحية هنا بيبدأ يحمل نفسه ذنب الحالة اللي وصل لها على الأقل عشان يبقى وصل لأي إجابة. انتوا عارفين مخ الإنسان لازم يوصل لأي إجابة، مش يفضل قاعد كده يعني. مع الوقت إحساس الذنب ده بيدمر ثقة الشخص في نفسه، بيخليه يحس أنه ملوش لازمة، لأنه بسهولة شخص استغنى عنك كده، سكت خلاص، بعت، مفيش، مش موجود. دي للأسف حالة ممكن تتسبب في نتائج سلبية قوي، خصوصا مع الناس اللي ما بتقدرش تتعامل مع الرفض. كنا اتكلمنا قبل كده فكرة التعامل مع الرفض يعني. أما بالنسبة للشخص اللي بيمارس الصمت العقابي، فهو في حالات كتيرة جدا مش بيكون، وأنا فاهمة ده، ما بيكونش مستوعب التأثير السلبي للخطوة دي عليه هو بقى شخصيا وعلى نفسيته، لانه تجاهل العواطف او كتمانها ده بيزود الغضب والاحباط عنده اكتر جواه، ما بيخرجوش. يا سلام بقى لو الطرف التاني تجاهل اصلا حاله الصمت دي هو كمان، ساعتها كل لحظه هتمر هتورط الشخص اللي سكت اكتر، وهتخلي من المستحيل تقريبا انه يقدر يتكلم في المشكله ويحاول يحلها، حتى لو حاول يعني يرجع في قراره، وانا بشوف انه صعب جدا بقى ساعتها يبقى العند ركب يعني. والحقيقة رغم ان في طرف معين تقريبا ممكن يكون ملوش ذنب في الموضوع ده وهو ضحية هنا، وانا دايما بشوف انه المشاكل دايما بتكون بين طرفين، فممكن شخص يوصل شخص تاني لمسألة الصمت العقابي. يعني مش دايما بيبقى بيور ضحية وبيور شر، يعني ممكن يبقى شخص وصل التاني انه خلاص يتعامل بقى بصمت عقابي، لانه الشخص بيبقى فيه معاملة سيئة او مش فاهمه او يعني كيسز كتير، محبش عمل. ولكن العلاقات دي او الشكل ده من العلاقات ده بيسيطر عليه دايما سوء الفهم، كل واحد بقى بيفهم الموقف على مزاجه. الثقة طبعا بتروح خالص، لانه من الصعب جدا انه يبقى الاتنين حتى لو رجعوا يتكلموا تاني ايا كان شكل العلاقة اللي بينهم، انه ما يرجعوا يثقوا في بعض 100%. بيبقى في حاجة هنا راحت، حاجة هنا ما تقدرش تخلي البني ادم بالذات بقى الضحية vulnerable تاني، او انه يبقى على طبيعته تاني مع الشخص اللي عمل فيه كده.
حتى لو عملوا نفسهم كويسين ومبسوطين بعد ما الخلاف اللي بينهم تحل، دايما بيبقى في حاجة. أما بقى اللي بيخلينا نلجأ للصمت العقابي رغم كل المشاكل اللي بيسببها للطرفين، حاجة ليها ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول نفسي شوية، وبتفسروا نظرية السلوك العدواني السلبي أو Passive-Aggressive Behavior، وده عبارة عن طريقة للتعبير عن المشاعر السلبية بشكل عدواني لكن من غير الدخول في مواجهة مباشرة. وده غالباً أو دي غالباً بتكون حالة مرتبطة بأن الشخص ده نفسه بيخاف دايماً من نتائج أفعاله هو، يعني بيبدأ بقى يستخدم الصمت العقابي علشان محدش يعرف يمسك عليه حاجة، وفي نفس الوقت يبقى حقق أهدافه، بس دي بنوايا مسبقة يعني. والسبب أو التفسير التاني بيركز أكتر على الناحية العلمية، وبيقول إنه دماغ البشر متبرمجة على فكرة التواصل والترابط بين الناس، وإنه ألم العزلة أو الوحدة خصوصا لما تكون مفروضة عليك أو نتيجة رفض الناس حواليك بيكون شبه أو ساعات أقوى حتى من الألم الجسدي نفسه. وده اللي بيخلي الطرف اللي بيمارس الصمت العقابي حتى لو بيعمل ده بشكل غير واعي زي كتير من تصرفاتنا بيلجأ للخطوة دي، لأنها هتكون خطوة مؤلمة جدا للطرف التاني وهتساعده يعاقبه ويوصل للي هو عايزه. متخيلين انه ده ممكن يحصل حتى لو عمله التاني في الأولاني بشكل غير واعي؟ يعني لو شخص قرر انه يمارس الصمت العقابي على شخص تاني من غير حتى ما يكون واعي بيبقى عارف ان ده مؤلم ليه جدا. اما السبب الأخير فهو للأسف جاي من طفولتنا ومن تربيتنا، وده بيخلي في أوقات كتير الطرفين يكونوا ضحية. يعني مثلا الشخص اللي تعرض للصمت العقابي بشكل مستمر من أهله في البيت أو من المدرسين بتوعه في المدرسة علشان يخلوه يتصرف بشكل معين أو يعاقبوه على حاجة غلط عملها، فبيكبر هو فاكر انه دي الطريقة السليمة للتعامل مع أي سلوك بيشوفه غلط من وجهة نظر، وهو يا جماعة اتعود على كده، فهو فاكر ان ده طبيعي. بيبدأ بقى يطبقها على الطرف التاني أو على معظم الناس اللي حواليه علشان يوصل لنفس النتيجة اللي هو وصل لها من أهله زمان أو من مدرسينه زمان أو الواحد بقى لما بيكبر على حاجة بيبقى فاكر إن الناس كلها كبرت على نفس الحاجة يعني. طيب بعد ما فهمنا أسباب الصمت العقابي وتأثيره السلبي على اللي بيمارسه قبل اللي بيتعرض له، نعمل إيه بقى لو لقينا نفسنا جزء من علاقة بيتكرر فيها موضوع الصمت العقابي ده كتير؟ لو كنت انت ضحية الصمت العقابي فأول حاجة لازم تعملها هي انك تحافظ على هدوءك تماما، ما تسمحش للموقف ده انه يزود قلقك وتوترك او يهز ثقتك في نفسك او يحسسك بالذنب ناحية موقف الطرف التاني، لانه هو ده بالظبط الهدف من اللي هو بيعمله. تاني حاجة هي انك تحاول تتواصل بشكل هادي، تتواصل بشكل في منطق بطريقة عقلانية، تفتح مساحة للكلام، يعني تدي كده ضوء أخطر أنه أنت ممكن تتكلم، ممكن تتناقش متفهم، لأنه الموضوع لو طول في أوقات كتير الطرف التاني بيكون حاسس أنه تورط في الموضوع بس بيكابر ومش عايز يبان أنه غلطان، فبمجرد ما يلاقي قدامه مساحة للتراجع اعتقد انه هيعمل ده في معظم الكيس، في معظم الحالات هيتكلم. اما لو كنت انت الشخص اللي بيمارس الصمت العقابي فاعتقد انك محتاج تقعد مع نفسك تفكر بالراحة في الاسباب اللي بتخليك تعمل ده علشان تحدد على اساسها هل اللي بتعمله بيفيدك ولا بيضرك. يعني زي ما قلت في الاول اوقات بتكون دي طريقة بعض الناس في انهم يحافظوا على هدوءهم وعلى استمرار علاقتهم بالطرف التاني من غير ما يكبروا المشاكل ويزودوها، وفي بعض الاحيان بيكون هو اتكلم كتير مع اللي قدامه او مع ناس مختلفة كتير ولقى انه كلامه مش بيترجم او مش بيتفهم فغصبا عنه بياخد اكشن الصمت العقابي، ولكنه ممكن يكون مش بنية سيئة. بس وانت بتفكر، يعني لو انت الشخص اللي بيعمل مسألة الصمت العقابي ده، حط في اعتبارك تفكير الشخص التاني، وهل فعلا طريقتك بتخلي المشاكل تقل ولا بتخليه يحس بمشاعر سلبية لما بتتراكم مع الوقت بتغير شخصيته وبتخلي استمرار العلاقة بينكم مستحيلة. تخيل كمان ان انت شخص على طول شايل غضب وشايل زعل وشايل اصل قلة التعبير عن النفس دي حاجة صعبة جدا. تاني حاجة هي انك لازم تفهم اهمية التعبير عن مشاعرك، وان كبت وكتمان المشاعر دي خصوصا لو كانت مشاعر غضب وزعل عمره ما هيكون في صالحك وهتدفع تمنه
يعني مفيش نقاش في ده، تدفع ثمن ومش بس من حالتك النفسية ولكن من صحتك ومن تركيزك ومن حياتك الاجتماعية، ولو بنت من شكلك على فكرة. ولو حاسس انك مجبر على الصمت العقابي بسبب تصرفات الطرف التاني، فخليك فاكر ان دي مش الطريقة الوحيدة للتعامل مع اي سلوك بنشوفه غلط او يعني مش عارفين نتعامل معاه. لو نفعت مرة طريقة الصمت العقابي دي، ما اعتقدش انه هتنفع كل مرة او هتنفع تاني او هتنفع مع كل الناس. فالافضل نشوف طرق بديلة تكون صحية، تكون مناسبة للطرفين، تريح الاتنين، لانه الموضوع متعب للاتنين، الشخص اللي ساكت والشخص الطرف التاني اللي بيمارس عليه مسألة السكوت دي او الصمت العقابي. دي كانت حكايتنا النهاردة من حكاية معلمة، وزي ما قلت لكم في البداية استنى أراءكم بخصوص موضوع الصمت العقابي، وهل اتعرضتوا لمواقف كنتوا فيها ضحية أو مارستوا حتى الصمت ده على غيركم ولا لا، لأنه أنا عارفة أنه دي حاجة كومن، يعني حاجة بتحصل كتير وممكن كتير عن غير وعي. يعني هرى كلها تكتبوه كالعادة، وهستنى نتقابل تاني في حلقة جديدة من حكاية معلمة. باي باي.